شغل التعديلات بتاع قانون الايرادات القانونيه هي مش حاجه جديده، احنا ابتدينا نشتغل عليها، احنا شغالين عليها فترات مع النقابه وفترات مع اعضاء الادارات القانونيه باجتهاد ذاتي مننا. الكلام ده بدا من 2009. الحقيقه ان النقيب العام في الفتره الاخيره ومحاوله منه ان هو بعد انتصار النقابه في قانون المحاماه وفي اصدار قانون المحاماه في الشهرين او الثلاث اشهر اللي فاتوا، دلوقتي النقابه ابتدت تبص للتعديلات بخصوص قانون الادارات القانونيه، وطلب من اعضاء المجلس وكلف اعضاء المجلس ان يكون في لجنه تجمع او تشوف ايه المقترحات بتاعه الادارات القانونيه. في خلال الفتره اللي فاتت اتعمل الاتحاد العام للادارات القانونيه واتعمل الاتحاد العام للشخصيات الاعتباريه، الاتحادات دي ابتدت تجمع المقترحات الخاصه بالادارات القانونيه وتجمع الناس اعضاء الادارات القانونيه ايه طموحهم في المقترحات في الفتره اللي جايه. الاقتراحات دي جمعت من جميع انحاء الجمهوريه عن طريق لجان استماع، في ناس جونا من المحافظات واحنا روحنا المحافظات، ابتدينا نستمع للمقترحات بتاعه الناس وشفنا ازاي نوصل ده بالصياغه تكون معقوله وازاي ده يتناسب مع المرحله اللي موجوده. صغنا ده في مجموعه من المقترحات بناء على طلب من النقيب العام نفسه، ان هو قال انا مش عايز نصوص قانونيه محدده تكون مقيد النقابه في طرح المقترحات بتاعتنا، هو طلب ان هي تكون مقترحات بشكلها العام. بناء على كده صغنا مذكره جمعت كل المقترحات في شكل عام بتاعه اعضاء الادارات القانونيه وطرحناها على اللجنه المكلفه النهارده من النقابه بجمع هذه المقترحات، وبناء على كده احنا قدمناها النهارده، وبنتمنى ان شاء الله ان النقابه تتبنى هذه المقترحات وتطرحها في الفتره اللي جايه، ويكون هي اللي عليها التوافق ويكون هي اللي عليها دعم النقابه لاصدار تعديلات نهائيه في قانون الادارات القانونيه ان شاء الله باذن الله.